في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، تشهد البيوت الطينية أو كما تعرف ببيوت اللبن انتشاراً واسعاً في ريف الحسكة لانخفاض تكاليفها مقارنة ببيوت الإسمنت، إذ تحتاج مواد كثيرة تفوق قدرة الأهالي على شرائها. يا أستاذ عم نجيب تراب من هالنحفر من هالقاع ونجيب سفير ونخلطه مع بعض ونسيعه من فوق وليلون نحطه زاد الليلون شقفة ليلون مشان الشتوية مشان الشتاء وكل سنة نفس الشيء. هذا احنا قاعد هنا ونطلع تيجي الشتوية، اول ما تيجي الشتوية نجيب الطين نحط التبن ونجهزه ونخمر الجبل ونحط وحل ونطلس مزبوط ومشان تقوم تجينا الشتوية ما تقوم تنقط علينا القرف مي. ينشغل سكان المنطقة كل عام بترميم منازلهم الطينية استعداداً لفصل الشتاء من خلال خلط التراب والجبس والتبن مع الماء لحماية بيوتهم من الأمطار الغزيرة والعواصف. عم نجهز مشان الشتوية، لأن أحياناً تعرف الشتوية تجي أمطار غزيرة برد كذا ونسقفها من فوق مشان أولادنا، وإحنا على البركة يعني عندي الحمد لله شيء 10 أنفس، وتعرف يعني قاعد نجهز من فوق مشان الأمطار الغزيرة ومن الداخل ومن برا ومن فوق ومشان أمطار الغزيرة. والله أحياناً يا نحط نايلون يا ما نحط، والله يعني ترشى علينا يعني كل سنة يعني على الحال هاي، لأنه ما عدنا إحنا قدرة أنه نعمر بلوك ونصب ونجهز، ما بي والله أنا معتمدين على الطين هذا الموجود، نعمر عمر راتب بلوكة وجبنا آخر شيء تراب وجبنا سفير وتبن ونخلطه ونسيعه، ما بي عدنا شيء أنه نعمر قصر أو نصب أو نعمل أي شيء، ما بي أي شيء من هذا الجاري. رغم بساطة هذه المنازل إلا أنها باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، ولعل ذلك أهم ما يميزها إلى جانب تكاليفها المنعدمة أحياناً، ما يدفع الأهالي للاعتماد عليها بشكل كبير بسبب أوضاعهم المادية الصعبة.